بقى مشان ترجع لي فوزية، أبو عصام حط العصمة بإيدها، يعني بإيد فوزية. خلينا من هذا الحكي كله، أنت رجعي لي، أنت بتتذكر لما قلت لفوزية أنت طالق طالق طالق؟ والله يا شيخي ماني متذكر أنا شو قلت ساعتها، يعني ساعة غضب ماني متذكر، يعني أنا شو أكل امبارح ماني متذكر، بيتذكر من هذاك الوقت. يعني مانك بتذكر بنوب؟ طلاقك باطل يا ابني. شلون؟ ما فهمت مولانا، شلون يعني؟ يعني زواج ابو عصام من حرمتك باطل. باطل؟ يا باطل شلون باطل؟ مولانا؟ الشيخ فكري فتاها. الشيخ فكري؟ مين قال لك انه الشيخ فكري مؤهل على انه يفتي؟ بعدين وينه الشيخ فكري هاد؟ وين الحق وينه؟ ختام على خير ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هلا اللي بفهمه انه زواج ابو عصام من ام بدر باطل؟ والله حسب ما قال لي فهو باطل. واوعك يا ام بدر تزيح بكلمه هيك ولا هيك، الفتوى مسؤوليه لك ابني. الله معك لك يا شيخي، ما حكيت لك الا اللي صار. يعني هلا ام بدر بترجع لابو بدر؟ ايه طبعا بترجع له. اخي ابو عصام بعد اذنك شوي. ايه شوي. أعوذ بالله، أعوذ بالله يا شيخي، مثل أختي أصيل يا أبو عصام، من يوم يومك شهم أصيل. الله يطولنا عمرك. خليه يروح معك واسترجع حنته. أبدر يا عم أبو عصام، حالي لله حالي. يوه سلام عليكم. يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يخرب بيته. لك يخرب بيته على العملة، لك ماله عروض، ما في شرف. لك يا أخي يا أبو حازم، صارت الفتوى بأهل البلد مثل شربة المي، مين من كان بيفتي؟ بس أنا لازم أشوفه وأحكي معه، ودي أقدم فيه شكوى للأوقاف كمان. ضروري. والله إذا شفته بالحارة لكرسحه كرسحة. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، خلونا نحلها وحدة وحدة. الأوقاف لها كلمتها، والحمد لله انقضت على خير. وأبو عصام ما في منه أصيل وشهم، عاملها مثل أخته. صحيح. الحمد لله. الحمد لله. إي والله. يلا يلا وتعال. يلا ها فتت. شوف بدر. شو هي مرتك ام بدر؟ شوها وان شاء الله تمام بخير. وينها وينها؟ اختي بدر. ايه ابو عصام، قصه طلائك من اخونا بدر طلعت بالقصة الباطلة بالشرع. يعني هذا الحكي حكي شرع، الله وكيلك، لا حكي ولا حكي حدا، حكي الشرع. انا هلا كنت عند الشيخ عبد العليم ذات نفسه، هو من عنده قضاها وفتاها ونهاها. وش قصدك من ابو عصام طلعت باطلة؟ سمعاني؟ ايه سمعاني سمعاني. ايه شو؟ لك ايه شو شو؟ شو ساوي هلا؟ شو تساوي؟ اختي ام بدر الله يرضى عليكي، اللي بتساويه هلا بتضبي بوجهتك وبتجازي حالك الله يرضى عليكي، اتكلي على الله بترجع لبيتك ومطرح هيك لعند جوزك ومثل عادي وخلصنا. ايه وانت؟ شو انا؟ ما طلقتها. لك يا ام بدر، طلاقك مو شرعي وجوازتي كمان مو شرعي، بس مع هيك حاضر. اختي ام بدر؟ نعم. انت طالق؟ على هالسمعة اسمعوا، شلون يعني طالق؟ شو نسيان؟ إنه العصمة بإيدي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، لك طلقيني يستر على عرضك. ما بيجوز شرعاً، ما عملت لي شي لطلقك. لك أنا شرع العصفورية اللي جوزك، طلقي بقى. شايفة لك أمي؟ تبهدلنا بآخر عمرنا، لك ما أجدب منها إلا هو. يلا يلا، ماشي. روح. أنت. انت طالق؟ انا؟ على عيونك، لك مو انت مو انت هو. يلا يلا. عجبك؟ قطع
طلع فيني مثل ساعتك على عصمتي. أهلين أبو بدر. أهلين فوزي. لك هيك سويت فينا وشرحتنا. أصلاً أنا كبرت القصة مشان هيك كلمة الطلاق ما تصير على الطالع والنازل على لسانك. عمري. بعد إيدك ابن عمي. إيه عمرك عمري. بوس التوبة. إيه توبة. يلا عمتي. دقيقة. في كلمتين بدي أحكيهم، إذا ما حكيت بقص فيهم. لك عندي يا بالبيت بنحكيهم بالبيت. مو إلك. تفضلي يا أختي تفضلي تفضلي أحكي. أخي أبو عصام أنا بس بدي أقول لك كلمتين. الله يخلي لك لسانك إلهي ما شاء الله حولك وحواليك، وبدي أقول لك الله يستر على بناتك مثل ما سترت علي. صلي على النبي الله يرضى عليك يا أختي. شو الحكي هذا؟ حال من بعضه وأنت من عظم الرابي والله. كنا ولسانا ورح نضل أعوذ بالله. وأنت تاج راسنا تاج راس الحارة كلها ياتا والله. الله يخليك يا. بس سكاتك يعني بس بدي أحكي هيك كلمتين مع أختي أم عصام. أنا ما بدي أحكي معك بس خلصيني منك فوزية. معلش اختي الله يرضى عليك معلش انا مو وقتها اجلي الله يرضى عليك اجلي فوزية اجلي انا طلع لي ورتي واستعجلت لك على طول. يلا كرفي يلا خذ لي طريق يلا يلا. اودعناكم اخي ابو عصام. الله معك الله يكون معك. مع السلامة. مشي الحال انهفت روحة بلا رجعة ان شاء الله دربي يسد ما يرد. لك والله تفسر منامك يا قلمي. مو انت شفتي طير ابيض جايب لك خبر؟ هلا هذا لقى ابو بدر صار طير ابيض. دلال عم بينادي لك يا مو. روحي روحي شوفي شو بده. قال عم ينادي لي. ايه رايحة. يا بي بتعرف انه امي شايفه منام بهالقصة يلي صارت وحكت لي اياها وتفسرت. قال شو شايفه طير ابيض اجا وجاب لها خبر حلو. الحمد لله بي الحمد لله الحمد لله. يا بي بتقول لك امي شو حابب تتغدى اليوم؟ هي هيك قالي. ايه وما رح احلف لانه هي بصراحه بدها تبيضها معك وتساوي لك شاكريه. خلاص أبي مو مشكلة خلاص اللي بتطبخه وقبل ما في مشكلة. إيه يا مو مثل ما قلتي بده شاكرية. يا بي شو هاد يلي عم بيصير؟ مو حرام؟ شو أبي؟ يعني بهالفتاوي شو هالتخبيص هاد؟ آخ لك يا دلال آخ هي الفتاوي على قد السوق لك أبي على قد المصلحة تبع السوق ودارجة بالسوق هالأيام مصلحة. نص تجار البلد بيشتروا الفتاوي شري بالعمله يعني بيدفعوا حقها. هذا بالجواز هذا بينضرب على قلبه هذا بده يطلع هذا بده يسوي شركه هذا يفك الشركه هذا بده يحلل تجرها لك. حتى ابوك هيك صواب بهالقصه شايف عينيك انت شايفه. يا عيب الشوم يا عيب الشوم. بس الله يخلي لنا اياك يا بي ويطول بعمرك الهي. يا مو السيد شوكت بده ياكي. سامحتيني هلا؟ رح أعمل لك شاكرية. لك الله بيض أيامك. أيامك ابن عمي. إن شاء الله بتقبروا قلبي مع أحلاكم. يقطع عمرك يا سما. بدك عمر لتكون مثل أبي. أنت اللي ما عاد بدك يعني يا أبو بدر بعد ما صار معك مصاري. لك عم نمزح ما عم زكي شو بقول لك فوزية؟ عم تمزح عم تمزح مو؟ ايه ايه كنا عم نمزح. انت اللي ما كان بدك يعني بدك تضلي عند ابو عصام. اعوذ بالله اعوذ بالله شو هالحكي؟ شو ابو عصام وما ابو عصام؟ لك كل القصه كانت جكاره فيكم بام عصام. والله والله العليم انه ابو عصام رجال شامو اصيل ما طلع فيني تطليعه وما رضي انكشف عليه. ما كان يحكي معك لك فوزية؟
من مرة ما حكى معي ولا حرف عم قلنا. شلون ما كافي ده الزلمة؟ شلون ما كافي؟ من كافي من كافي الأيام جاية. أنت من وين جبت المصاري؟ أبو بدر؟ تركيني بالأول هلا بقول لك. هي ورثتي ورثتي. أيوه احكي لي. معناتها أستاذة هي الأوراق. تفضلي. شكرا. هلا نحن بالأول لازم نتمن البيت ومنشوف قديش حصة أختك هدى من البيت. بنعمل العقود وبيكون نسخة عندك ونسخة عندها. وبتبسم لك إنه أخذت كامل حق منك. يعني أستاذي هي المعاملة يعني بتاخذ وقت كثير. لك بتاخذ وقت على شو مستعجل لك بشير؟ خذي راحتك خذي راحتك أستاذي. بس لنشوف الأستاذي تفضلي احكي أستاذي. مو كتير. بعد ما نخلص العقود منروح عالطابو سوا وبعدين بصير البيت باسمك. بس عفوا في شي غير البيت للمحاصصة؟ ايه في الفرن. استفقت انا وصهري انه اعطيها حصتها من الشغل اللي بيطلع كل شهر. ايه بيعطينا حصة. ايه لا بتكتب لها حصتها باسمك والشغل هذا شي تاني. ايه قلت له انا قلت له. لا ما قلت لي استاذي. شلون قلت لي ما قلت لي؟ بس يعني استاذي مدام هذا حقها أنا أكيد بعطيها إياه حقها هذا. بارك الله فيك. الله يسلمك. صحي ليش ما أجت هدى معكم؟ بالبيت اليوم عندنا تعزيل. أستاذي طيب شو رأيك يعني تجي تشرفي لعنا على البيت يعني وإنه هيك بنكسبك وبتباركي لنا البيت وبنعمل عقد عنا ونشرب فنجان قهوة وشوية نحلي. بتشرف بس شوفت عينك يعني مالي فاضية. بكرة إذا بتجوا بتجيبوا معكم هدى بيكون أحسن. منخلص الأوراق ومنروح على الطابو. لأنه معاملة الطابو يعني ما لها هينة بدها شوية وقت. لعلى بكرة الصباح أنا وهدى وبشير وعد طابو. لا عجني وما عجني والفرن بكرة الصباح بنكون عندك. من الصبح أستاذي إن شاء الله. بتشرفوا. جهز المصاري. إيه أكيد مجهز المصاري. الله شرف. إيه يلا على إذنك. على إذنك أستاذي. بأمان الله. كيف تعملي هيك عاملة وتفتي فتوى من راسك يا أفندي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا وحذرنا بيقولوا الكريم أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وكان صار جريمة من وراء هيك فتوى. جريمة مولانا؟ إيه جريمة. وليش هيك عم تحكي معي كأنه حكي معاجبك؟ شوف أنت أول ما دخلت هذا الجامع من الأوقاف دخلت إمام وخطيب بس مو مفتي. شغلة تانية أنت لما فتيت من دون علم ودراسة وتقصي. فتيت عن جهل وفقر بالفقه. وثالث شغلة وهون بيت القصيد لو انه ابو عصام اختلى فيها للحرمه الخلوه الشرعيه وصار في ولد بالنص شو كان صار بحالته هذا الولد؟ كان سمي بابن الفراش مثل ما بيقولوا بالشرع وعن خطا غير مقصود وعن جهل من حضرتك. روق مولانا وصلي على النبي. لك اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد. لك يا اخي رحم الله امرأة عرف حدها فوقف عنده. بتقوم بتفتي وبتطلق الحرمة من جوزها وبتجوزها. لك أصلا أنت شلون بتجوزها ولسه هي مو فايتة عدة الطلاق؟ لك حرام حرام. ارحموا هذا الدين الحنيف. هل أنا غلطت؟ غلطت؟ لا يا سيدي أنت ما غلطت بس أنت كنت رح ترتكب جريمة. بس الله سبحانه وتعالى تلطف بأبو بدر وبحرمته وأيد له الرجل صالح وطيب وشهم مثل أبو عصام ولد لا تنبلوا بواحد مثلك جاهل وأحمق. لسه أفو غلطك بتقول أنا غلطت. بدك تفتي روح تعلم روح دروس روح تفقه بالدين وتذكر قول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. روح يا أخي روح استسمح الناس وصلي ركعتين على نية الاستغفار لوجه الله تعالى. روح سمعوا عود يا ابني عاوزك بكلمتين. عود يا ابني. شو الحكي هاد؟
حموت، حسيت اني تموت. وكلي الله يا بنت الحلال، وكلي الله. سامحني يا معتز، أماني يا معتز، جود أماني برحبتك. بدي أطلب منك طلب. أنت بتأمري. اليوم نام جنبي، خلي جود بيناتنا. بالنسبة لفكري أنا قلت لك رأيي فيه، وأنت حر تصطفل، بس مشان حرمتك يا ابني. شلون بدك تعيش معه وهي ما بدها إياك؟ فهمني شلون، حرمتك ما عاد بدها إياك. أنا بدي إياها وهي بدها إياني. يا سيدي هذا الحكي مو صح، أبو عصام حكالي كل شيء، حرمتك ما عاد بدها إياك. طلقها لك ابني، صحيح الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، بس أنت شوف حالك وخليها هي كمان شوف حالها. حرام لك ابني حرام. شيخي طلاق ما راح طلق، وبنته لأبو عصام حرمتي على سنة الله ورسوله. خلصنا. يا هادي إلى خير السبل. خيريه ردي علي، بكرتي يا خيريه، بكرتي خيريه. إن أصحاب الجنة اليوم هلا أبو حازم، هلا أبلغنا معتز رح يربى عند حرمته. ولك ابني هلا وقت الحكي. هي طبعا وقته، لأنه حرمته يهودية. ولك ابني حاج تحكي حاج، ما بتعرف الله سبحانه وتعالى شو بيقول. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ارحم حالك بقى يا ابني، ارحم حالك وارحمني. لهم فيها فاكهة متكئون. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن. عظم الله أجرك. شكرا الله أجرك. عظم الله أجرك. السلام عليكم. والله مصيبة يا مولانا، مصيبة إذا رضي خاطر إنه ابن أخته يتربى عند مرته لمعتز. اليهوديين؟ إيه اليهودية، يعني طفل مسلم ده يتربى ترباية يهودية. أنت رح ترضى مولانا؟ أعوذ بالله، أنا ما برضى. حتى لو رضي خاطر نحن ما بنرضى. هذا اللي كان ناقص، طفل مسلم يتربى عند يهودية. بعدين شلون وافق يتزوجها؟ أمر الله. لا 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 لا، لا سمعوا، هذا ليس أمر الله، هذا أمر العبد. طيب شو رح نعمل؟
سموه. أهلا يا خاطر، الله يصبرك. الله يسلمك خاطر، بدي أحكي معك موضوع. خير، في شي سموه؟ شرف على الجامع، بدي أحكي معك أنا والشيخ فكري. خير، شرف. بسم الله. ما قلت لي سموه شو بدك مني أنت والشيخ فكري؟ خاطر، صلي على النبي، هلا بيجي الشيخ وبيشرح لك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين شيخي. أخي خاطر، بالنسبة لابن أختك الله يرحمها ويجعل مسواها الجنة، يعني رح يتربى ببيت أخي معتز، وهذا شاب زقرته أبضاي مثل ما عم تقولوا. إيه بس مرته يهودية. يهودية يا خاطر، يعني الولد رح يتربى على إيدين حرمة بعيدة عن الدين ولا بتعرف عنه شيء. يشهد الله، يشهد الله، أنا عم بحكي من باب الغير والحرص يا أخي خاطر. خاطر، إذا معتز بده يخلي جود عنده لازم يا يطلقها يا أما يتجوز وحدة غيرها أو بتربي أنت عندك. سمع، أنت مانك شايف إنه هذا الحكي سابق لأوانه؟ لا لا أخي خاطر، لا، مو سابق لأوانه. لا شيخنا، سابق الأوان ونكتر كتير كمان. انت حكيت اللي عليك، يكتر خيرك. السلام. خاطر لا تزعل مني. لا ليش لا زعل، انت عملت شي بزعلك سمعه، بس انا بشو وانتو بشو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضلي هدى، صمي لي هون إذا سمحت. لا بالشمال. لخ بالشمال شبكي هون استاذي. هون ايه، وهي النسخة. يا رب. تفضل اخي بشير. تفضل. كمان عن النسخة هاي وعن النسخة هاي. ايه امرك استاذي. ها يلا. تمام. الله يخليك. جبت المصاري؟ ها شحوا استاذي جيبوا معي. جايبون وعزتهم. ها شفي. هاي المصاري. عدي. لا يوم انا ما بعد من بعد اخي بشير استاذي. على راحتك. هاي حصتك من البيت. هلا البيت صفى باسم اخوكي. معاملة الطابو بدها شي 10 ايام. بيصفى بقى حصتك من الفرن، كمان بدها شي 4-5 ايام. بس انا حابة اقول لك انه فعلا كتر خيرك، انه فكرت باختك بهي الطريقة. لا شو هالحكي استاذي، يعني هذا حقه وما بصير الله يصلح حقه كامل، اكيد. يلا، خلونا نمشي، بالاذن. وين 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 عود؟ شبك بصلتك محروقة عود؟ لا تواخذينا استاذي، يعني شو طلع علينا؟ والله ما توحزيني يا استاذي، والله ان شاء الله. شك قديش بيطلع علينا؟ مو مشكله، بس تخلص كل المعاملات بتتحاسب. ايوه ايه بتتحاسب، ايه مو مشكله. يعني عدم مؤاخذه استاذي، يعني ما بدك تشرفينا على البيت؟ يعني والله مي حلوه هيك. بلا شرفينا بزياره. بتشرف. وين بده يربى جود لك خاطر؟ بده يربى عند ابوه. بعرف انه بده يربى عندك، بس معتز انت مانك فاضي له، عندك شغل. ايوه عطيني من الآخر. عدم المؤاخذة معتز، وضع حرمتك سارة وبتعرفه كتير منيح. أنا متأكد أنت فهمان علي شو قصدي. لا ما فهمت عليك، فهمني. معتز أنت فهمان شو قصدي كتير منيح. جود ابنك، ما في حدا على وجه الأرض بيقدر ينكر هذا الحكي. بس أنت ما رح تقدر تربيه. الزلمة منا بيضل طول نهاره بالشغل. فاللي رح أقول لك يا تخلي جود يربى عندي. ولك شلون بدي اربى عندك للخاطر؟ بتعرف انه ساره حنون عليه مثل خيريه الله يرحمها؟ بعرفك معتز، بعرف ساره بنت اصول خيريه كانت تحكي لي. بس شو؟ هي انت قلتها بعد ما تلسانها. ساره كثير منيحه وما عم ينزل من ايديها من وقت ما توفت المرحومه. طيب معتز، فكر بالموضوع منيح، فكر. نفكر وهي كلمتي. جود عند ابوه، فهمتها هي؟ ووكل الله، لا تخاف، انا فهمان عليه. برجع بقلك فكر كتير منيح. ست هدى بدها تعطي مصاري لعصام مشان يشتري له بيت؟ ايه، وبس يشتري البيت بده يكتبه باسمه. معقول يكتبه باسمه؟ ايه رح يكتبه باسمه، وبكره بتقولي انا قلت. ورح تطلع من البيت لحالها؟ ايه رح تطلع. وليش ما تطلع؟ حقها تطلع. شلون حقها هولي؟ يعني بدنا نضل لحالنا بهالبيت الكركوب؟ لحنا شو طالع بإيدنا نعمل؟ ليكو ما طلع من عنده من وقت ما إجوا من عند المحامية.
هلا يميني من هالسيرة وخليني احكي لك وجعي. والله العظيم قلبي محروق من عصام. لك شو ما بنعمل بده يطلقنا، إذا زعل بده يطلقنا، شو ما حكينا بده يطلقنا، لك لسه ما بنفتح تمنا بده يطلقنا، وبعدين شو الحل؟ شو رأيك نذهب له لعصام وخليه ملقح عند الست هدى؟ وأنتي قلتيها بده الولد؟ لا ما شو الشغلة سايبة، يخرب بيته من حاله. لك يستنى بالمقلة حتى ينشف تراب قبر أخته. الله يرحمه، مو تارك قيمة لحدا يا أبي، جانب فرد جنة. اوعى تكون غلط فيها. لا يا أبي لا، غبيتها بقلبي وتحملته، مع إنه والله غلط. بسارة وبدينا. اسمع لي تارك لي، مأجلها هلا. هاي الشغلة بالذات لك أبي مو بتأجلها. يوه بتنساها. بتنساها، لك هلا قلت لي غبيتها بقلبها. غبة هاي، غبة وبلعها وخلص منها الله يرضى عليك. وعندنا فوت بصاص ايوه كل شيء لاي غبة ونساها ساها ابدا. امرك يا حبي، راح اسكت هلا بس خليه يعيدها مرة الاخر، ما حيشوف طيب منهوب. ابي مثل عم اقول لك بتضل ساكت هالقصة، خلص طويها ونساها الله يرضى عليك. اذا رد حكا خلص دبروا عندي انا بشوفه. يا ابي واذا ضل ميبس راسه؟ في 100 حيط بالحارة بدبر راسه فيه. قوم خلصني وشوف شغلنا يلا. يا الله يا رب يا الله. هدوم عيونا طمرتيهم منيح؟ طمرتهم منيح 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 منيح. ايه ايه بس هلا صار لازم تدور لنا ابن عمي على بيت كبير. أيوة. يكون شرح وتفوته الشمس. أيوة. مو نمشي ونتفركش ببعضنا. انا طقت روحي منه لهالبيت قد ما انه صغير. طقت روحي؟ ايه الله يرحمه ابوكي كان مسكنك بقصر يلدز يعني. تعيش ما علينا، رح اجيب لكم بيت تسرحوا فيه وتمرحوا مثل الغنمات تكرم عينكم. اي وفي شغله صغيره ابن عمي، يعني انا جا على بالي اليوم اتغدى مشاوي، شقف وكباب دهنه. يعني بدك شقف وكباب دهنه؟ ايه ما تكرم عيني من عيني هي ابدا. ولا تنسى المحلي بالليل. كمان بدك محلي؟ يخرب بيتك، ايش صاير لك؟ عم تتوحمي انت؟ هيك عم تحكي ابن عمي؟ لك مو مشان شي، مشان نسمعهم شوي. لك الحلو ما بده حلو، بس انا رح اجيب لك محلي بالليل. شكو القاسي الهي بتطلع على قبري يا رب. طمرتيهم منيح؟ منيح منيح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا الله يا الله. فكري خير مولانا. تعال هون انت وسمعوا شوي. بدنا نصلي مولانا. تعال هون. خير مولانا. شبك يا ابني انت وياه مصابحين ماسين بالجامع. وبشو مضايقينك شيخنا؟ انتو مانكم مضايقيني، انتو عم تغضبوا الله ببيت الله. اعوذ بالله، نحن عم نغضب الله؟ ايه سيدي عم تغضب الله ببيت الله. لك ابني شبكون لسه كل ما فتت على الجامع يا اما قاعدين عم تصلوا يا اما قاعدين عم تدعوا يا اما عم تقروا قران. استغفر ربك شيخي، انت عرفان شو عم تحكي؟ استغفر الله العظيم دائما وابدا. لك ابني الدين مو هيك، والله العظيم الدين مو هيك. فسيدنا عمر اللهم ارضى عنه ولقى واحد بشبهكم انتو الجوز قاعد بالجامع وعم يصلي وعم يدعي وعم يذبك بك. تعرف شو قاله سيدنا عمر؟ قال قم امتع علينا ديننا. يا ابني شبكون انت وياه راح يعفن ظهرك وظهره من القعده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضله. لاقوكم شي شغله تشتغلوها. لك ابني لاقي لك شي شغله تشتغلها. خلص شغل الجامع لاقي لك شي مصلحه تانية. عندك طول النهار. الله أكبر الله أكبر. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. مش بعملكم يا رسال، كل واحد بيجي بينتخب ياخذ ربع ورقة فور ضربية، ربع ورقة كاملة. مو بس هيك، لا مو بس هيك،
كل واحد بتسحطوا له هون من قرايبينكم من عائلتكم من لجي منه بتاخذوا على كل راس بتسحطوا ربع ورقه فالشغله مو ضحكه لعبه الله يرضى عليك اصفر شوف لي كل واحد فيه كم راس بيقدر يجيب حاضر معلم محي الدين اللي قديش فيك تجيب يا لطيف شو حلو لك نموس انزل ولا شو طلعك لهون انزل اي والله اشتهيت لك اياها شو هي شو هالقد مالك جايب عالم زهدي بيك مو بس رح يصير بالبرلمان رح يستلم رئيسه كمان اسمعني بس شو رايك ترشح حالك للانتخابات شو ها انا رشح حالي شو عم تحكي انت؟ لك مثل ما عم قلنا هدول الناس كلهم درويش محترين يعني شو بدي اقول لك؟ انت جايبهم هدول فيك يعني جيبهم لصفك شوف تنك انا اعلاتي كلهم جزتر بخرج الله يرضى عليك ليش عم جيب اعلاتي؟ اسمع مني بنشتغل لزهدي بيكم بنشتغل لحالنا هي الشغله تبع البرلمان ما بدها لا شهادات ولا جامعات ولا شيء هيك سمعتهم عم بيحكوا شغل فاضي بعدين انت هدول الناس كلهم لصفك مثل ما قلت لك اسمع نمس بيك لعينك نمس بيك لعينك اسمع نمس بيك لعينك نمس بيك لعينك نمس بيك لعينك نمس بيك لعينك زهدي بيك لعينك شفت شلون ما بدنا منحركم يا لطيف نمس بيك ولعينك نمس بيك لعينك ونحن رجالك حواليك نحن رجالك حواليك لانه مهندس ولا حكيم الأزهر والله هو هيك ليش أنت ما بتعرف أنه خريج الأزهر مولانا؟ لا والله يا أبو ظافر طيب ما بتقدر تتأكد من هالقصة من الأوقاف؟ من بلا شلون؟ فيني أتأكد من الأوقاف بس خريج الأزهر بيفتي هيك فتوى تبع أبو بدر شلون صارت هاي؟ يا شيخنا والله لازم أنت تتأكد أنت وخبرنا ماشي على خير الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله معك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام الله مرحبا عودة مرحبا من عصام أهلي وسهلين بدي أحكي معك موضوع بعد أمرك عن أبو ظافر بدي أحكي قدامك بدي أياك تتدخل بالموضوع خير ابني تفضل مشان جود جود؟ شو بجود؟ أنت أكتر حدا بتعرف شو بجود عمي أبو عصام لا والله لك ابنيات لشوف اللي أحكي شو عندك بدي أخذ جود وربيه عندي عمي ليش انت من شو خايف لك ابني؟ اللي انا خايف منه بيعرفوا عمي ابو عصام. انا جاي احكي معه مشان يحكي مع معتز ويحل القصه. شوف يا ابني يا خطير رضاي عليك. جود هذا اماني وراح يضل مع ابوه وراح يربى مع ابوه وهذا اماني عنا. والله يا عمي ابو عصام هذا الحكي ما بياكل براسي. عيب الحكي يا خاطر عيب. حقك على راسي يا عم ابو عصام بس انا من امبارح لهلا عم فكر بالقصه وما عم تركب براسي انه جود يربى عند حرمه يهوديه هلا قادر طلع معها كتر خيرك والله ما راح اقول لك شيء خطير بس راح اقول لك كلمه عيب عيب يا عم الشوم بس يا عم الشوم عمي ابو عصام يلي عندي حكيته فاحكي مع معتز مشان ما تكبر القصه ويصير عيب السلام عليكم مع السلامه لا تزعل منه أبو عصام قلبه على ابن أخته فشو قلت معلمنا أبو بدر؟ شلون يعني أصرف عليه؟ لا ما تصرف علي ما أصرف بس إنه يعني أجل حالي تساعدني مساعدة لوجه الله تعالى هيك اشتري لي شوية لافتات يعني هيك بس إنه جيب لي هندام حلو حلاز غير فيه تيابي يعني هيك بس مساعدة مشان أكون عينك بالبرلمان شو عيني بالبرلمان؟ شو دخل عيني بالبرلمان؟ لا
لك شو بك انت؟ انا شو بدي بالبرلمان كله على بعضه؟ لا يا بدر، لا يا معلمي، شلون شو بدك؟ معروفه من يوم يومها اصحاب الابوال اللي مثلكم بيشاركوا اهل السياسه اللي مثلنا، ف يعني حق لي لحق لك، وانت بكره بمشيلك هيك مشاغلك وامورك وبصير تاجر كبير بالبلد، بيطلع صيتك وانا بساعدك. ماشي، رح افكر بالقصه. ما بدي تفكير لك بدر، ساعده للنمس، رفيقك النمس، ساعده عاونه. بعدين مو انت عم بتقول اني انا بدي ساعد الفقراء والمحتاجين والمساكين واليتامى؟ اي معلوم، شو لك؟ اي خلص، معناتها ما بدي احكي، ساعده. اي خلص عيونك. خلص معناتها اذا هيك، اذا بدك معلمي ناولنا 50 ورقه نكتب هاللافتات فيهم، ورح نكتب اسمك انه انت دعمتنا وهي شو اسمه وساعدتنا. بدك تكتب اسمي على اللافتة ولك نمس؟ يا كان، انت بس ناولنا. وشلون بدك تكتب اسمي على اللافتة؟ من لا إلى دوباره بكتب بالخط العريض الكبير مروان البوابيري يدعم ترسيح النمس. بس أب بدر، يعني انت بتلاقي حلوة مشانك؟ بكرة بيقولوا هذا عم يتمنفخ، ما بصير، مشان انه عم يعمل خير وعم يتمنفخ فيه. انت بترضى؟ اذا انت بترضى انا برضى معلم. معلومة بدر، معلوم، ايدك اليمين ما لازم تحكي لايدك الشمال. اي معلوم معلوم، معك حق. وبعدين انت معلم ابو بدر مو ناقصك عين تطرقك. الناس يا معلم ما بيتأمل لها، بوشك مساكين وبظهرك سكاكين. قوم اخي تنكي، قوم خلينا نشوف هالناس المساكين ونوصل صوتها للبرلمان. لكان اخي نمس، لكان هدول الناس صوتهم امانه برقبتنا. لكان والرقبه سدادي لعيونك ابو بدر يا كبير. اي والله، حي الله. اهلي خير عم يا بزاوي، شغل بالي. ظافر قال لي انه بدك ياني ضروري. انا معك لك ابني اللي قلته لابو عصام، جود لازم يتربى ببيت خاله. اعوذ بالله اذا كان قصدنا شيء، بس الشغله خطره كثير. ايه انت لازم تقول له عم يا بزافير مشان يفهم، لانه بتعرف ابو عصام كيف يفكر، وهو بالاساس رضيان تكون حرمته لمعتز يهوديه ورضينا، بس انه جود يربى عند حرمته ما راح اقبل. نوب ما راح اقبل. فرضنا قبلت يضل عند حرمته، أنا شو بيضمن لي إنه ما حتربيه غير مثل ما بدك؟ مشان هيك قلت لك أنا معك لك ابني، وأنا حكيت معه. أوعى تفكر إني ما حكيت معه، أنا حكيت معه. إيه وشو قال لك عم بظافر؟ ما رضي. ما رضي؟ إيه لا يرضى. وأنا رح أرجع أحكي مرة واثنين وثلاثة وعشرة كمان، وغير هيك إلي حكي تاني مع معتز. أنا معك لك ابني، أنا معك. كتر خيرك. يلا زقبرني، تعال تعال تعال. يا انت بتزاني، يا ويلي انا الزواني. يلا. اهلين ابن عمي. شوفي ابن عمي، خاطر بده جود. شو؟ شلون بده جود؟ الولد لازم يضل مع ابوه. شو بعرفني شو طايب بمخه ولا مين معبي براسه؟ لا يكون لاني انا يهوديه. ايه ساره، لا تخليني اندم اني بحكي لك كل شيء. معتز، انا مثلي مثلكم، انا بنت الشام وربيانه بالشام. ومين قال غير هيك؟ انت بنت الشام وشو ما كنت تكوني. وجود ما راح يطلع من هذا البيت، واصلا وصية خيرية الله يرحمها انه جود يربى عندي. خيرية الله يرحمه وصت انه انا ربي جود؟ ايه. جود تعال تقبرني. انت بس قلي وين بيته وانا بجيب لك السندات. ليش تورط حالك معي يعني؟ ليش؟ شو لا اسمعوا يا اخي، شو ليش بدي ورط الناس لبعضها؟ شو عم تحكي؟ بعدين نحن اصحاب، شو نسيت لك لبان؟ ما
ما نزيد ما نزيد، بس يعني شو بدك بهالقصة أنت؟ لا إله إلا الله، الشبير رح بيقول لي شو بدك هالقصة؟ شوف يا لبان، علي ما علي بدق حالي وبمشي، هذا الحكي ما بلغى منك أنا نهائياً. أبو فاروق دلني وين بيته؟ هلأ بروح أنا بجيب لك السندات من تحت سلافين الأرض، لسه حابس لي حالك هون بالباكة؟ يا أخي اطلع وفوت خلصنا بقى، شو بدك تقول لي ولا ما بدك تقول لي؟ رح أقول لك. إيه أنت عيني. اسمع لبان، يلي ما بيكون معك وانت متضايق ما بيلزمك وانت رايق. والله خير اياك، والله ما رح انسى لك يا يانس والله. الله يسلمك، وين بيته؟